لا حلول، قل ان حلول القانونية انتهت. التوقيتات الدستورية تجاوزناها وراحت بالماضي ونسيت، وبالتالي الحكومة إذا المقبلة ورئاسة الجمهورية المقبلة في إطارها القانوني، قانوني بداية أتحية لكم المشاهدين الله الكرام. محيك. يعني من وجهة النظر القانون الدستوري، ممكن اختصار المشهد السياسي والدستوري في العراق أنه العملية السياسية الآن بدون تغطية دستورية، أي خارج نطاق التغطية الدستورية وخارج نطاق الإطار القانون الدستوري، لا يوجد نص يغطي هذه الإشكالية التي حصلت. وكان المحكمة الاتحادية هي الملجأ الأخير لإيجاد حلول لهذا المأزق الدستوري، واعتمادا على الصلاحية التي يمتلكها القضاء الدستوري في العراق، قضاة المحكمة الاتحادية يمتلكون يعني صلاحية الاجتهاد، وهو ما يسمى بالصلاحية المنشئة وفق القضاء الدستوري، وهي مكنة يعني تعطى للمحاكم الدستورية لكي تزيل الغموض وتفسر الدستور وتحاول أن يعني تستشرف روح الدستور، أو ماذا كان يقصد المشرع الدستوري عندما وضع الدستور. عندما تجد أن النصوص، ظاهر النصوص الدستورية لا يحل مشكلة، فتلجأ إلى المحكمة الاتحادية لكي تجتهد. لكن هل هو هذا حل دائمي للعملية السياسية يراد لها أن تبني الدولة وتستمر فيها؟ هذا طبعا لا، بالتأكيد هو يكتب الدستور. الموضوع الآن لا حلول حقيقة. أنا عندما يعني يتم استضافتي لأبدي رأي قانوني ودستوري في هذا الموضوع، أنا أقول أن الحلول القانونية انتهت. فقط لدينا حل الاجتهاد القضاء الدستوري، وهو المحكمة الاتحادية عندما تعطي رأي، وهو رأي يعني لعبور مرحلة. يا سياسيين اتفقوا على نقاط معينة، لأننا استنفذنا بصراحة استنفذنا جميع النصوص الدستورية ولا مجال لكم في هذا الإطار. ما المشكلة وين أستاذ أحمد؟ المشاهدين الكرام والضيوف، أغلب دساتير العالم عندما تصل العملية السياسية إلى انسداد واستنفاذ النصوص الدستورية والمدد الدستورية، يضع المشرع الدستوري نص يقول أنه خلص يتم حل مجلس النواب ويتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة. هذا النص غير موجود في الدستور العراقي، بالتالي نحن أمام مأزق حقيقي في هذا الإطار.